بلشت التحديات الاستعدادية لبطولة بيبط الأردن 2023، فبكل نهاية أسبوع رح يكون في محل ألعاب فاتح بشكل مجاني للتدريب ولخوض أحلى النزالات. فزي ما شايفين الخطوات جدا سهلة، فرصة لا تفوت للتدريب قبل البطولة. رح يكون في فائز واحد كل يوم والمشاركة مجانية، وبتقدر تشارك بكل الأيام والأوقات من 9 لل 11 بالليل. ومرحب فيكم بفيديو جديد من قناة بي بلايدر لؤي. اليوم عندنا مهمة سرية لحتى نفعل الطاقة الكاملة لبلبل شجاع الدايناميت والشجاع المهند، ومش بس هيك راح ندمجهم مع بعض. فشجاع الدايناميت موضوعه جدا سهل، موجود بالعلبة تبعته انه اذا الاجنحة هاي بتستعمل بلبل كتير تقريبا 100 نزال مفروض انهم يدوبوا ويختفوا لحتى يختفي هذا القطعة المطاطية اللي هون، ولكن نحن ما راح نتعب حالنا اليوم وبكل بساطة راح نقيمهم لهدول الاجنحة المطاطية زي ما شفتوا، وهيك منكون امناهم وصار عندنا اللاير هجومية بامتياز. ولكن لان الدرايفر القافز لا يعتمد عليه دائما، نحن بحاجة لقطع تاني نفعل طاقتها وندمجها. فاللي راح يصير انه راح نقسم القطع المطاطية هدول من النص بالتساوي تقريبا عشان لحظة نستعملهم بدرايفر الشجاع المهند ونفعل طاقته الكاملة. فراح نسويه هو انه انا اصلا اوريدي حطيت وحدة ومقسومة نصين، راح نحط القطع الثانية ونحاول نحشرهم مثلا معي هاي القطعة الرفيعة اللي اجت مع بلاب الريموت الكنترول او سوري بلاب الدرايفرات الالكترونية. طبعا نحطهم بحذر الدقة، ليش؟ لانه ممكن يطيروا خلال الحلبة. نقدر نحط كمان مواد ثانية بس انا بدي احط اشي صلب يابس بلاش ما يطير ويكسر اشي او يأذي حدا، فالبسوا نظارات حتى نظارات شمس. نحن ليش اصلا غلبنا حالنا وعملنا كل هذا كل هاي الحركة؟ عشان نضغط الدرايفر ونصير نلف على القاعدة الكبيرة اللي عبارة عن 4 قطع بلاستيك هاي المستقيمة بشكل رهيب. فراح نجرب هاي القاعدة مع حديدة الشجاع المهند على اللاير تبعت الشجاع هاد. وعشان ما نحطه بالهاي مود جبت حديدة الدايناميت نوعا ما من اخف الاوزان تعتبر. خلونا نشوف الكليكس تبعون هذا البلبل. معناش درايفر داش ولا اشي، ولكن كليكس ماسك كويس زي ما بتعرفوا درايفر الشجاع المهند بمسك كويس على اللايرز. فخلونا نختبر البلبل اللي صنعناه، اقوى اندماج وتفعيل طاقه بعالم الشجاع المنتصر. فخلونا نختبره بالجوله الاولى ضد خفاش السوبر كينج. اضرب اضرب. اوكي بحاجه لتعديل، بس قبل هالتعديل بذكركم تتابعوني على حساب الانستغرام، راح يكون الرابط بصندوق الوصف، والتيك توك اكيد. فالتجربه الثانيه اضرب. بيرست رهيب، مش عارف اللاير هي اتنقلت من يمين لليسار يسار يمين. تنين المدمر السوبر كينج. مع انه اكل ضربة قوية بس استحملها التنين، انا متفاجئ كيف استحملها. لاير مش طبيعية ودرايفر مش طبيعي بالسرعة. ونعم اليوم معنا بلابل السوبر كينج تقريبا كلها. اضرب ايوه، ما تستسلم وقف اضرب. يا الله ما كمل ضرباته. هي بالسوبر كينج اليساري. اوه ضربة قاضية مزدوجة. مهارة خاصة تبعت المنجل. بس صراحة رهيب. تمام. اضرب. شجاع دمره. اوه اللهيب على الطرف، ولكن اللهيب فاز. شجاع السوبر كينج. طبعا التحمل صفر بهذا البلبل ولكن السرعة 100%. تمام رح اخاطر واطلعه بالاول. وهي غيرنا الحلبة، حلبة الدايناميت. لا 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 لا. تمام. اخيل السوبر كينج. واو. لسه بدي احكي بدي اجيب حدا متوازن. صوتي راح. نرجع لشجاع السوبر كينج. اضرب. ايه اوكي. شجاع السوبر كينج قضى عليه. تنين البارع السوبر كينج. شجاع. هو برجع بسرع بالنص وبرجع بوطي. نرجع الحلبة العادية ممكن احسن. تمام. شجاع انهي. ايوه طلع له خصم تاني.
كل الاحرام. الجوله اللي بعدها ما راح استحمل. خفاش السوبر كينج نسخه الظلام. ها راح تودع حتاكل ضرب. ايه صار تحمل البلبل يا جماعه. اتوقع ممكن قطعه من قطع المطاط صارت قريبه من الارض، لازم نقيم شوي منها. بلبل التوام اليساري. شو هاد بسهوله؟ طب التوام اليميني. كمان جوله. وات من متى فاز الشجاع؟ لف له شوي زياده. براثن السوبر كينج بالوضعيه الامتصاصيه وليس الوضعيه الدفاعيه وليس الامتصاصيه. اوه براثن النصر. هيا انتم شايفين هو الوضعيه الدفاعيه مش تناسق. الشجاع دمره. حرفيا دمر حاله. لو تسمع صوت الحديد كيف خبطت على الارض يا جماعه، حرفيا من دون مبالغه. تعرفوا النزالات اللي بيطلع من الحلبة هواء وبلابل بتطير وبصر شو تفجرات وحجار؟ حرفيا الجول الأبل انا هيك حسيت زي من المعركه الحديديه. من قوه النزال بضل كل شوي يطلع بوف نار وشرار. اوه فاز الشجاع. خلطه المنجل السوبر كينجيه. لا لا يا شجاع. طب نعكس. انتوا شوفوا هيك الشجاع. الشجاع خسر تحمل الأبل، فعشان هيك مش لازم نطلعه قبل، لازم نطلع المنجل كم مرة قبل. بس على فكرة حتصير بيناتهم حركة خطيرة هلا، خلونا نشوف مع بعض. ما صارت، فعشان هيك جولة إضافية. منجل الشجاع. شجاع طيره. يا شجاع لا تسكت له. لا 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 كوكب الاشباح. هرح اسمه دفاعك. لاول مره بحس في حدا بيقدر ياثر على كوكب الاشباح ويفوز دفاعه ويخسره كليكس. وميض السوبر كينج. ما لحقناش احكي اسمه لما ميض السوبر كينج ما بنمزحش معه. حكيت لكم ميض السوبر كينج ما بنمزح معه. واذا بنقدر نطلعه كمان مره إذا بلحق يا عيني. بلحق يس. وميض السوبر كينج لا يستهان فيه. خلص خلص لا غير مدمر غير صالح للتدمير البشري. كوكب النهاية. ما لحقنا بعض. طبعا لا تنسوا تحطوا لايك على هذا الفيديو إذا مستمتعين وتشتركوا بالقناة. الدرع نزل. الكوكب نزل. اوه الدرع كوكب سوري بطلت اعرف شو اسمه. نزل الدرع تبعه زي ما شفته دوران حر وهيك حكي فاضي قدام هجمات الشجاع. ما في اشي بوقفه. خفاش سوبر كينج مقلد حابب يخلص عليه الشجاع. يا جماعة أول مرة دبل شصي بطير هالمسافة وبهالقوة. اسمعوا صارت نزالات صارت جولات بالفيديو اليوم. اسمعوا مش طبيعية. صح البلبل مش أقوى خلطة يعني بقدر أعملها أو توصلنا لها العلماء بس اللي عم بصير مش طبيعي. طبعا ضل عندنا 3 بلابل من السوبر كينج. شو رأيكم نكمل الفيديو؟ لا 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 مش عارف شو بدي أختار عنوان للفيديو لأنه جد حرفيا البلابل كانت تطير طيران وتنفجر وبوف وضج. اوكي ما صار عندنا تأثير بهالجولة. اوكي تمام. يا جماعة خبطوا من تحت شقلبوا شقلبة. اخ شجاع عليه حركات بتضحك صراحة. بلبل تقنية سبيد ستورم. تخسر من قدام بلبل سبيد ستورم. شجاع انهي طيره يا زلمه. اوكي على الاقل على الاقل صمت. انا كنت بطلع الثاني وراه بس ما لحقنا. دبل بيرست. بيرست وحيد. فشكرا متابعينا.
فشكرا لمتابعتكم فيديو اليوم. لا تنسوا تشوفوا فيديوهات التانية طالعة قدامكم على الشاشة. لا تنسوا لايك اشتراك سناب شات وانستغرام. حرفيا الفيديو مجنون يا جماعة, مجنون. الخطة او فكرة اظن هاي اول مرة بالعالم تنعمل هيك خلطة. انا متأكد ولا لاعب بلابل حتى لو مش يوتيوبر عمل هيك خلطة, دمج اندماجين بطاقات متفاعلة. فاهمين قصدي؟ انتم شايفين هاي الدرايفر. اخ انا متأكد الشجاع تعب. يعطيك العافية على الفيديو اللي عملت لنا اياه, وشكرا كثير يا شجاع.